تعالوا بقى نتكلم عن مفهوم المودلينج في السينما 4D. المودلينج في السينما 4D ممكن نعمله باكتر من طريقه، سواء من الاوبجكت اللي عندنا كيوب سفير، ممكن نعمل بقى موديل، او ممكن من ادوات السبلاين. ادوات السبلاين بتعمل لك زي خطوط ومنحنيات تقدر من خلالها اللي انت تعمل او تكريت اي اوبجكت عندك. في الاصدار الجديد من السينما 4D الار 17 عندك البن والسكتش والسبلاين والحاجات دي كلها. اختصر لك شويه ادوات في اداه واحده اللي هي البن، وعندك هنا حاجات اللي هي الاشكال اللي هي الاوليه زي السيركل والستار والارك والحاجات دي كلها. السبلاين ما بيبانش في الرندر، بس بيبان في الفيو بورت اللي عندك. انا عايز اعمل شكل زي اللي عندي ده بالظبط، اعمله ازاي؟ الاول همسح ده كده، تمام؟ عند هوت بلان نمسح البلان ده كده، ونمسح دي كمان. هنيجي هنا هنعمل بلين عندنا، البلين ده هنيجي عليه كده ونخليه الاورينتيشن بتاعه في اتجاه السالب زد بالمنظر ده، ونيجي هنا نعمل دبل كليك ونفتح الماتيريال، ونيجي هنا عند التكستشر ونختار صوره مثلا وليكن زي ديت. الصوره دي انت ممكن تجيبها من على النت او من اي حته. الاول هاجي هنا اشيل الريفليكشن بتاعها، ونيجي هنا ونقوم رميينها على البلين اللي عندنا بالمنظر ده كده. ممكن ارجعها ورا شويه واطلعها فوق، ونضغط هنا نظهر الفرونت فيو بورت لو هي مش ظاهره عندك. هتيجي هنا عند الديسبلاي وتختار كورد شيدنج عشان تظهر بالمنظر اللي انت شايفه ده. طب ماشي، انا عايز اموديل المنظر ده. احد تكنيكات الموديلنج في السينما او في اي برنامج اللي انت تعمل سبلاين وتعمل له زي عمليه ليس او تكرار. ازاي؟ هنيجي هنا عند البن، هنختار بزير، هكون واقف على بزير، هنضغط تمام، ونضغط ضغطه تانية ونسحب، وبعد ما نسحب نقوم بعد ما نضغط نسحب بالمنظر ده عشان يعمل لنا كيرف. هيظهر حاجه هنا، حاجه اسمها التانجتس او المماس. هنضغط هنا شيفت عشان ونقوم منزلينه في النقطه اللي هي الصفره ديت، وبعد كده هتقوم جاي هنا مثلا وتقوم عامل برضو كيرف هنا بالمنظر ده، تضغط شيفت وتسحب وتيجي هنا وتعمل كيرف وتشيل المماس ده، شيفت وتسحب كده، وهنا بالمنظر ده شيفت وتسحب كده، تطلع فوق كده. تحاول تمشي بس مع كيرفات الايه الازازه اللي عندك كده كده وتيجي هنا بالمنظر ده، تطلع فوق وفي الجنب كده، مش لازم اعملها كيرف يعني كده عند المنظر ده، واجي هنا واقوم ساحب عند اول نقطة انا كنت عاملها كده كده. انا عملت ايه؟ انا عملت سبلاين بالمنظر ده، عملت الاوت لاير بتاع او الاوت لي اوت بتاع الايه الازازة. والله ممكن اجي هنا اجي عند وليكن عندي هنا اداه اسمها الليس. نجيبها ازاي؟ نجيبها هنا من اوقات اللي هي الجنريتور، تمام؟ هنختار حاجه اسمها الليس، سواء الجنريتور سواء الموديلنج اللي هي القوائم ديت او القوائم ديت عشان نطبقها. هي دي عباره عن، عايز اقربها لك يعني بلغه الفوتوشوب، ممكن نقول كفلتر او افكت يعني، هو عشان نقربها لك بس هو لا كده ولا كده. عشان اقربها لك هنقول ده يعني افكت احنا بنضيفه على ادوات السبلاين عشان تعمل لنا حاجه معينه. ولاحظ ان الحاجات ديت يعني ممكن نقول انها بتطبق معظمها على السبلاينز، يعني سب ديفيجن ديت ممكن تتطبق على كيوب عندنا او شكل او بريميتيف او شكل اولي، انما تقريبا معظم الحاجات دي كلها ممكن يعني اللوفت كمان ممكن يتطبق على شكل اولي، ممكن الليس والسوب والاكسترود يتطبقوا على سبلاين او باص او اي منحنى عندنا. لو انا جيت هنا وعملت هنا الليس وقعدت السبلاين قمت حاطه تحت الليس بالمنظر ده،
عمل لك زي ايه، عمل لك زي دوائر، خد الاسبانيه اللي عندك وقرره لك حوالين نقطه الارتكاز، مش بس قرره لك، ده هو كمان عمل لك الايدجز اللي بينهم، او الايه، او التقسيمه اللي هي بتاعه الموديل بالمنظر ده. ممكن اجي اعدل هنا، ممكن تيجي تعدل. لو انا جيت عند الاسبلاين وقفت هنا عند البوينت تول عشان نعدل في الايه، في المنظر اللي عندنا او في الشكل اللي عندنا. لو انا جيت هنا عند اللايف سيليكشن وقمت ماسك هنا النقطه ديت، ممكن ان انا اقدر احركها فوق تمام او تحت بالمنظر ده كده زي ما انا عايز. ممكن تحرك كده اي نقطه مش عاجبك، ممكن تدخلها شويه او تطلعها شويه. دي اللي هي فكره الليس اللي عندنا. لو انا جيت هنا واخترت حاجه اللي اسمها السبلاين سموث، السبلاين سموث ممكن اللي هي تنعم لنا الايه، النقط اللي عندنا. لو انا جيت هنا عند الراديوس وقللتها شويه، جيت هنا نعمت كده. التنعيم ده احنا ممكن نعمله باكتر من حاجه. الناس اللي هي عندها الاصدارات القديمه ممكن تيجي هنا كليك يمين وتختار حاجه اسمها السوفت انتربوليشن، بتعمل لك تنعيم للحواف. هنا مثلا سوفت انتربوليشن او بالاداه اللي هي السموث بالمنظر ده كده. طبعا هو في هنا كيرف هنخليه زي ما هو، ممكن كمان نخلي الكيرف ده زي ما هو ما نلعبش فيه، نخليه كده بالمنظر ده. وهنا كمان ممكن نعمل لها سموث كده. لو انا جيت هنا وعملت ريندر، لو انا جيت هنا عند الليس شلت علامه الصح هيظهر لنا الاسبلاين. لو انا جيت هنا وعملت ريندر هيبان لنا المنظر بتاعنا او الازازه بتاعتنا بالمنظر ده. هنحاول احنا بعد كده نحط تكستشر عليها ونطلعهم كده. عندي هنا كمان، لو انا جيت عندي هنا ادوات كتير الاسبلاينز عموما. عندي هنا حاجه مثلا زي الارك بيعمل لك زي نص كيرف كده. عندك هنا الريديوس بتاعه ممكن تكبره او تصغره، والستارت انجل والاند انجل بحيث ان انت ممكن تعمل زي دايره. عندك هنا الاكس اللي هو في الاتجاه اكس واي، عندك هنا زد واي، عندك هنا اكس زد، عندك هنا المكان اللي انت عايز تحطه فيه سواء هو في وشك فرونت او على الايه، على الجريد اللي عندك. نمسح كده. عندك هنا السيركل، السيركل ديت ممكن استفاد منها باكتر من طريقه. ممكن اجي هنا عند السيركل واجي هنا عند الليس، مش هنعمل لها ليس بقى، هنعمل لها حاجه اسمها الاكسترود. السيركل هنزلها تحت الاكسترود بالمنظر ده. اول لما ننزلها تحت الاكسترود بتعمل لنا زي ايه، حوالين محور زد قامت عامله لنا اكسترود للايه، للسفير، قسمت لك السفير وعملت له زي اكسترود او تباعد على محور الايه، على محور زد. عندك هنا بمقاس 20 ممكن نكبره او نصغره. ادانا هنا ايه، سلندر بالمنظر ده. ديسبلاي ممكن هنا سب ديفيجن نكبر او نصغر السب ديفيجن او السيجمنت اللي عندنا. دي الاكسترود. وطبعا هنا ممكن اللي انت في اتجاه اللي هو الاكس، بس طبعا مش هيبقى مظبوط قوي، والواي كده. اللي حصل على السيركل هيحصل في اي حاجه. ممكن التكست مثلا لو انت عايز تكتب وتيجي هنا تعمل اكسترود كده، كده بقى عندك تكست ممكن تكتب اي حاجه. عندك كمان هنا حاجه اسمها السويب. السويب دي مهمه جدا. لو انا جيت هنا وعملت السويب، او الاول هنختار ممكن نقول ايه، هنختار الستار كده. الستار ده ممكن اعملها الاكسترود، وممكن اعملها حاجه اسمها الايه، الحاجه اللي اسمها السويب. لو انا جيت هنا وعملت السويب طبعا ولا في اي حاجه هتظهر، حطيتها تحت السويب ولا في اي حاجه هتظهر. السويب بطريقه تعامله مختلفه شويه عن الاكسترود وعن الاكسترود وعن الليس. تمام، ليه بقى؟ السويب بياخد حاجه اسمها الكاب. الكاب ده لازم انت تديله حاجه اوليه عشان يجسم لك المنظر اللي عندك ده. حاجه اوليه ازاي؟ بسبلاين برضو. هنيجي هنا عند السيركل هنخلي مثلا الريدس بتاعها وليكن 10، ونقوم حاطين السيركل تحت السويب على طول بالمنظر ده. عملت لي زي تقسيم للايه، للحواف بتاعه
السبلاين او الستار اللي عندنا. هو ايه الفرق بينها وبين الاكسترود؟ طبعا اختلاف كبير جدا. الاكسترود بيجي هنا على الشكل ككل وبيعمل له اكسترود، انما السويب بيجي على السبلاين نفسه وبيعمل له تقسيم. السيركل هنا ممكن اتحكم في الريديوس بتاعه، سواء ازوده او اقلله بالمنظر ده كده. السويب كمان لو انا هنا جيت هنا الستار حطيتها مكان الكاب او مكان السيركل اللي عندنا، نشوف كده ايه اللي هيحصل. ممكن اجي هنا اخليها زد واي، اخليها هنا اكس زد، مفيش حاجه ظاهره معانا. بس اللي انا عايز اقوله ان هو جاب السيركل اللي عندنا اللي هي الدايره ديت، وعملها عمل الستار بتاعتها كاب، يعني عكس الموضوع ككل. عشان نوضحها اكتر ممكن نشيل دول، هنعمل مثلا هنا سيركل، وهنعمل ايه، هنعمل ريكتانجل، هنخليه مثلا 10 × 10، ونقوم حاطين سويب كده. خدت لك الريكتانجل وعمله كاب او حافه للايه، للسيركل اللي عندك. لو انا جيت هنا عملت السيركل بتاعتنا كاب، بس هنا جيت هنا عند السيركل خليت دي 10، وجيت هنا عند الريكتانجل وكبرتها بقى، خليتها مثلا 500 × 500، عمل لك كاب للريكتانجل اللي هو حافه، عاملها لك ايه كسيركل، قسمها لك كمقام سيركل، مش ايه بقى، مش كايه، مش ريكتانجل. اجي هنا عند السويب، ممكن نعمل ايه؟ عندك هنا حاجه اسمها الستارت جروس والاند جروس. الستارت جروس بيعمل لك زي، لو انا كبرت كده ده كده صفر او 100%، لو انا صغرت كده لحد صفر كانه بيرسم لك الشكل ده من جديد. والاند جروس كانه بيعمل لك زي فيد اوت وفيد ان كده، حاجه بيرسمها لك او مش بيرسمها لك، كانه من المكان اللي انت راسم فيه بيعمل لك فيها زي زياده، او بيعمل لك او نماء ليها اسمها الجروس. عندك هنا كمان حاجه اسمها الاند روتيشن، مش هتوضح معانا هنا قوي، بس هو بيجي على السيركل وبيعمل لها روتيشن حوالين محورها. والاند سكيل، اند سكيل ممكن هنا كمان بيحاول ان هو يجي عند مناطق، واضح ان ده الستارت والاند اللي عندنا بيحاول ان هو يصغره عن الستارت كده. عشان توضح قوي ممكن نجيبها مثلا عند الهيليكس، ونيجي هنا مثلا نعمل سيركل، ونخلي السيركل ديت 10، ونعملها ككاب لايه، للهيليكس. جيت هنا عند الاند السكيل، وعملت هنا ايه، صغرت ان هي بتكبر، بتبقى عند نقطه البدايه كبيره، وبعد كده بتبدا ايه تصغر. وده بيدي واقعيه اكتر في الاشكال اللي عندنا. لو انت مثلا عايز تعمل سوسته، هتيجي هنا عند الهيليكس وتكبر الايه، طبعا ده الريديوس، ممكن نقوم مكبرينه كده او نصغره كده. نيجي هنا عند وليكن الهايت بتاعها، نكبر الهايت. ممكن نيجي هنا كمان عند الاند انجل، نحاول احنا بقى ايه نكبر الاند انجل. الاند انجل ديت اللي هي هنا، والستارت انجل مش عارف هنا ستارت، فينا ستارت انجل بصفر، نحاول احنا ايه نكبرها كده برضو. ممكن تعمل زي ويف كده بالمنظر ده كده. لو انا جيت هنا عند الستارت انجل وعملت مفتاح حركه، اضغط كنترول، او ممكن بلاش كنترول، نعمل ضغطه واحده على الايه، على الستارت انجل عند العلامه اللي هي الدايره ديت، معنى كده اللي انت عملت كي فريم عند صفر. ممكن نيجي هنا عند 40، نخليها مثلا نكبر كده بالمنظر ده، ونعمل كمان هنا نضغط ضغطه واحده. ولو احنا شغلنا كده هيدينا منظر كده، شايفين؟ ممكن اجي هنا كمان عند السويب اند جروس، شايفين؟ ممكن كمان اجي هنا اعمل مفتاح حركه عند الاند جروس، ونيجي هنا مثلا عند الفريم وليكن 50، ونخليه صفر.
ونشغل كده، بتزيد وبعد كده ايه تقل. دي اللي سويب. طبعا احنا كروتنا الانيميشن شويه، بس احنا مش هنتوقس على الانيميشن قوي، بس اللي احنا نعرف يعني تسجل حركه وتعمل كي فريم وتتحرك من مكان لمكان. معظم التعامل مع التربلنس هيبقى ايه سيميوليشن بس، يعني الانيميشن هيبقى صغير، هيبقى في حاجات بسيطه خالص. افتح هنا كنترول ان، عندي هنا كمان خلاص خلصنا من دي. حاول انت بقى تجرب الحاجات دي كلها. عندك هنا كمان، عندك هنا حاجه اسمها البول. لو انا جبت هنا وليكن كيوب وجبت كمان سفير وقمت ايه بعيدهم كده شويه، وجيت هنا وعملت حاجه اسمها الايه البول. البول ده بيسموه حاجه اسمها زي الطرح. انت بتطرح حاجه من حاجه، انت هنا طرحت، انت هنا عملت الايه سبتراكت بي. الايه اللي عندك اللي هو السفير، والبي اللي عندك اللي هو الايه الكيوب. انت طرحت الايه من بي، يعني انت طرحت السفير من الايه من الكيوب، فادت لك الايه المنظر اللي انت شايفه ده. لو انت جيت هنا عند السفير ودخلتها كده جوه، معنى كده ان انت بتعمل برضو بول على مقاس السفير اللي عندك كده. لو انت عكست الموضوع هيعمل لك، هيطرح لك الايه الكيوب من الايه من السفير. دي البول. عندك هنا حاجات كتير، عندك هنا سبتراكت، عندك هنا تعمل العكس، عندك هنا ال مش عارف هنا يونيون ولا، عندك هنا الانترسكت اللي هو التقاطع بينهم، بيعمل لك بيطرح لك الاي والبي وبيجيب التقاطع بينهم كده. مش عارف هنا يونيون، مفيش يونيون، لا في يونيون، اي يونيون بي، بيخلي لك الاثنين مع بعض، بتحركهم كانهم ايه حاجه واحده. عندك كمان هنا عندك هنا حاجه مهمه جدا، حاجه اسمها الاتوم الري. لو انا جيت هنا وعملت سفير وطبقت عليها الاتوم الري، خدت السفير تحت الايه الاتوم الري بالمنظر ده كده، شوف كده اللي هيحصل. الاتوم الري ديت جات لك على كل نشيل دي كده، جات لك على كل بوينت بتاع هنا بنسميها بوينت، تمام. عندنا هنا البوينت وعندك هنا الايدج وعندك هنا البوليجون. بين كل ايدج وايدج في ايه نقطه، هو جالك على النقط اللي بين كل ايدج وايدج وقام حاطط لك الايه اللي هي الاتوم اري بالمنظر ده، يعني قسم لك الايدج وقسم لك البوينت وقام شايل لك الايه البوليجون اللي هو الايه اللي بينهم. ممكن اجي هنا عند الاتوم اري، ممكن اقلل السفير الريدرز بتاع السفير، ممكن اجي هنا ممكن اقلل برضو الايه الريدرز بتاع الايه السلندرز، عمل لك زي اتوم او تقسيم بالمنظر ده. ممكن كمان نحط هنا سفير بحيث ان هي تبقى بالمنظر ده، ممكن تعملها مثلا كقبه جامع مثلا. جيت هنا عملت ديت هيمسفير وجيت على ديت وعملتها برضو هيمسفير، ممكن تعملها كانها قبه جامع. ممكن هنا كمان نحط سلندر ونقوم مثلا رافعينه في اتجاه الواي كده. كده نحاول نعمل الجامع مع بعض كده. مش بس كده، ده احنا كمان ممكن نعمل ايه، ممكن نجيب هنا تو سيركلز بالمنظر ده. حاول بس تفهم التكنيك ده ماشي ازاي، وانت اعمل هنا مثلا ايديت كوبي وايديت بيست وتضغط كده على الاثنين دول. الاول نيجي هنا عند السيركل دي ونكبرها كده ونصغرها كده حاجات بسيطه، ونيجي هنا عند الاثنين دول ونعمل هنا حاجه اسمها سبلاين انترسكت. عمل لك ده كده، نعمل حاجه اسمها ايه سبلاين انترسكت، بيجي على كل اثنين سبلاين وبيعمل لهم انترسكت، او بيطرح السبلاين ايه من السبلاين بي. ونيجي هنا عند السيركل ده، لاحظ انك لما كنت عامل تو سبلاين خلوه لك سبلاين واحد، ده مجهول لك في سبلاين واحد. ممكن نيجي هنا نعمل اكسترود كده، ونيجي هنا عند الكاب هنعملها مثلا فيلت كاب،
ونيجي هنا ونصغر نخليها مثلا، نخلي السكيل بتاعها وليكن 2 من 10، 2 من 10، 2 من 10، طبعا مش باين، ممكن نرفعه فوق شوية كبير برضو، ممكن نخليه 1 من 10، 1 من 10، 1 من 10 عشان يظهر بالمنظر ده كده. ممكن نعمل له روتيشن حوالين كده كده. ده بقى شكل عندك. ممكن مثلا تيجي هنا تحط نال اوبجكت، تحطهم كلهم جوه حاجه اسمها الايه، النال اوبجكت. النال اوبجكت ده زي حاجه كده ملهاش، ما بتظهر لا بتظهر لا في الريندر ولا في الفيو بورت اللي عندك، بس هي حاجه زي ايه، اعتبرها زي فولدر كده انت تحط الحاجه بتاعتك فيه. ده نموذج مصغر عن ازاي اللي انت تعمل شكل بسيط خالص، ما فيهوش التعقيدات، ما فيهوش اي حاجه، انت ممكن يعني بمجهود بسيط خالص تقدر تعمل شكل زي الشكل اللي انت شايفه ده. المحاضره الجايه ان شاء الله هنحاول ناخد حاجات عن الماتيريال والاضاءه. استنونا في المحاضره الجايه، واسف لو صوت في حاجه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.